السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. موريتانيا تخلد ذكرى اليوم العربي لحقوق الإنسان في نواكشوط وتستعرض أبرز إنجازاتها في المجال الحقوقي. نقابة الصيادلة الموريتانيين تعلن عن كشف 100 صنف من الأدوية معظمها مزور تنتشر في الأسواق الموريتانية. النقابة الوطنية للمعلمين تدعو خلال احتجاج بنواكشوط إلى الصرف الفوري لعلاوة الامتياز واسترجاع ما تصفها الرواتب المستحقة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. خلدت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني في موريتانيا ذكرى اليوم العربي لحقوق الإنسان المصادف للسادس عشر مارس تحت شعار الإنجازات في مجال حقوق الإنسان الحصيلة والآفاق. وقال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني الشيخ تراد والعبد المالك إن حقوق الإنسان في موريتانيا شهدت تطورا ملحوظا على مختلف المستويات، خصوصا على مستوى محاربة الاسترقاق ومخلفاته. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. انطلاق الفعاليات المخلدة لليوم العربي لحقوق الإنسان المنظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني تحت شعار الإنجازات في مجال حقوق الإنسان الحصيلة والآفاق. ففي 16 مارس من كل سنة تحتفل الدول العربية باليوم العالمي لحقوق الإنسان بعد مصادقة الجامعة العربية على الميثاق الخاص به عام 2004 ودخوله حيز التنفيذ بدءا من شهر مارس عام 2008 قبل مصادقة البرلمان الموريتاني عليه في دورته الحالية. يأتي تخليد بلادنا لليوم العالمي لحقوق الإنسان في ظرفية خاصة، حيث تترأس بلادنا جامعة الدول العربية على مستوى القمة في شخص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، وكذا بعد قطعها لمسار متقدم في سبيل المصادقة على الميثاق، حيث تم عرضه أمام البرلمان والمصادقة عليه في دورته الحالية. وتماشيا مع سنة التشاور، يقول مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني، جاءت التظاهرة لتقييم حالة البلد الحقوقية ومتابعة التطور الحاصل في مجالات الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى محاربة آثار الاسترقاق والوقاية من التعذيب. إن المتتبع لحالة حقوق الإنسان في البلد لا يمكن إلا أن يلمس دون عنن التطور الملحوظ الذي عرفته على جميع المستويات، وخاصة في مجالات الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومحاربة مخالفات الاسترقاق والوقاية من التعذيب والتعاطي الإيجابي مع الآليات الدولية وغيرها من الإنجازات الهامة. ويأتي تخليد موريتانيا لليوم العربي لحقوق الإنسان وسط جدل كبير وتراجع بشأن وثيقة أخرى تدخل حيز المصادقة زيادة على مواثيق دولية وإفريقية، يتوجس بعض المراقبين من أن تكون مجرد زيادة عبء وليست إنجازات. قال ناطق رسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد لمين وللشيخ إن لجنة تتشكل من وزارتي الصحة والتجارة ومفوضية الأمن الغذائي أجرت تحقيقا معمقا فيما سماها الشائعات التي دارت بشأن وجود حبيبات من البلاستيك في الأرز بموريتانيا. وأكد وللشيخ أن لجنة التحقيق توصلت إلى أن الأرز الموجود على عموم التراب الوطني سليم ولا تحتوي على حبيبات بلاستيكية، وأن الشائعات عارية من الصحة. وأجرت تحقيق معمق ودقيق اعتمدت فيه على الوسائل الفنية والتقنية الحديثة، واطلعت على المخازن سواء تلك التي تابعة لشركة سينوماكس واللي تابعة لمفوضية الأمن الغذائي أو اللي تابعة أيضا اللي موجودة في الأسواق بصفة عامة في أسواق البلد على جميع التراب الوطني، واستعملت الوسائل الدقيقة للتحقيق وتوصلت النتيجة هي أنه الأرز اللي موجود سواء كان في مخازن المفوضية أو الشركة الوطنية اللي أرادوا التصدير اللي هي سينوماكس أو مخازن الأسواق اللي في عموم التراب الوطني أنها سليمة ولا تحتوي، والأرز
لا يحتوي على هذه الحبيبات والشائعة عارية من الصحة، وأنه أيضا مستوى الجودة في الأرز خصوصا الأرز الزنكلوني اللي كان تدور حول هذه الشائعات أنها مستوى جيدة، وأن المخازن محفوظ فيها بصفة ملائمة، وبالتالي هذه الشائعة عارية عن الصحة ولا تستند لأي مستند. ربما أبلغ حزب التجمع من أجل موريتانيا تمام كتلة الوفاق الوطني عن انسحابه منها، وأتي قرار الحزب الانسحاب من الكتلة أشهرا بعد انسحاب حزب المستقبل جناح محمد البربص منها. وكانت الكتلة قد تأسست إبان مشاركة أحزابها في الحوار التمهيدي المنظم بنواكشوط، وتضم 3 أحزاب هي حزب المستقبل جناح محمد البربص وحزب تمام وحزب الجيل الجديد. يقول إعلان يوسف خارج الوطن ولا تصل بينه، قال تصل بينه أحد مسؤولين الحزب على مستوى نواكشوط، وقال أنه لا ينسحبون الحزب نتيجة الخيار، ولا خيار استراتيجي ما عاد حد يقول حد في شيء به اللي هو كنت تأسست على 3 أحزاب، حزب المستقبل وحزب الجيل الجديد وحزب تمام، وعدلت عملها في أيام التشاورية تأسست عقبه، وتمت مواصلة تعدل نشاطاته وتعدل عملها كامل إلين وتوج ذاك بحوار وطني شامل تداعى له الكل من أجل خدمة الوطن وأدلة تبدلوها، واشتغلنا فيه وكنا احنا اللي هو حزب الجيل الجديد اللي انا نترأسه عندنا ساعة رئاسة الدولية لكتلة الوفاق الوطني، قطعنا صدقنا بأن قصر جهدنا من اجل ياك على الحوار ينجح، وعلنا جميع المعارضة اللي ما شاركت الرأي اللي عندها نقدمه في الحوار، ياك على نعود وانت مأخوذ عين الاعتبار. أعلنت نقابة الصيادلة الموريتانيين عن كشفها 100 صنف من الأدوية معظمها قالت إنه مزور، وبعضها استجلب بطريقة غير قانونية. وقالت النقابة إن بعض الأدوية التي تم العثور عليها بالسوق الموريتانية في العاصمة نواكشوط غير مسجلة، وإن البعض الآخر عليه ملصقة تواريخ قابلة للتغيير. ومعنا في الاستديو الدكتور عبد الله والعبد المالك نائب رئيس نقابة الصيادلة الموريتانيين، أهلا وسهلا بكم. بداية، ما طبيعة الأدوية التي عثرتم عليها وكيف تم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذه مجهودات قامت بها نقابة الصيادلة الموريتانيين من بداية أكثر من شهر، وطبعا ما هي الحملة الأولى تقوم بها، ولكن هذه الحملة بدأتها من شهر تجمع تقارب للسوق الموريتاني والله السوق اللي موجود في نواكشوط. وللأسف أجبرنا شيء أكثر من 120 نوع من الأدوية، من بينها أدوية واسعة الاستخدام، أدوية شهيرة واسعة الاستخدام. لكن كيف تم ذلك؟ كيف تمت هذه الغربلة؟ هذه الغربلة تمت من شراء الأدوية من الصيدليات، هذه الأدوية موجودة من الصيدليات. ولو أن مثلا في الوقت اللي عدلت فيه النقابة هذه الغربلة دقت تعود هم بعض الجهات من وزارة الصحة اللي تحركت في الآونة الأخيرة، مما أدى أن الأدوية سحبوها، انسحبت من الصيدليات يلموها في بلادات ثانية يقير بعد هاي الأدوية كانوا مسحوبة من السوق الموريتاني وموجودة، والناس يعرفوها والأطباء يعرفوها يكتبوها، فيهم اللي يكتبها عن غير علم لأنها أدوية هذه. وهاي الأدوية تقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منها قسم يتعلق بالمونوبول، لأنه القانون الموريتاني حدد أن 4 أنواع من الأدوية، المضادات الحيوية وليزانتي إيبرتانسير والبسيكوتروب والإندوكرين تجيبهم لاكاميك. هناك أكثر في هذه الأدوية اللي عرض فيها أكثر من 16 نوع من المضادات الحيوية الشهيرة والواسعة الاستخدام، كاميك ما عندها بها أي صلة، ما قد جابتها. بالنسبة للصنف الأول معناها عليها جابت دخلت البلاد عن طريق التهريب، والدواء اللي يدخل عن طريق التهريب إما أن يكون جاء قد يجي في كراعوته، قد يجي فوق الهراء، قد يجي الوتات اللي يجيب التماتة، وقد يجي الوتات اللي يجيب الخضرة، معناها أنه صباح داخل بهذا. النوع الثاني من الأدوية اللي هذا أدوية منتشرة زادة هي وتستخدم هون بطريقة تنباع بطريقة واسعة وعادة لكل من هدب ودب
يجيب منها وهي غير مسجلة في موريتانيا. طيب الصنف الثالث. والصنف الثالث من الأدوية هو أدوية محاكية الأدوية الشهيرة. كيف مثلا دواء عود شهير ومعروف ينكتب عاد ينقبض نفس الدواء ويصنع في بليدة ثانية بنفس البكات نفس المواصفات ونفس هذا ويحمل نفس الاسم ياكي لا يكتب الطبيب ذاك الدواء يعود لين يجي وكي ينصرف ذاك يعود ما يفطن المريض لأنها اختلاف. طيب الدواء. ما هي المخاطر الصحية؟ بالإضافة المجموعة من الأدوية واسعة من الأدوية اللي تواريخها اللي تمتساح وتندار عليها تواريخ. طيب ما هي المخاطر التي قد تترتب على استعمال هذه هذه كارثي المخاطر اللي ترتب عليها مخاطر كارثية لأنه الدواء احتمالاته اثنين إما أن يكون الدواء أصلا ما هو صالح قاع المريض استخدمه لا يديره يعقب السرطان ولا المشكلة الصحية تعقب والله مولي الدواء الدواء اللي استخدم ما أعطى جودة ما أعطى كفاءة على المرض من نفسه بيلي مثلا لزانتي بيرتانسير اللي قبلهم ما فيهم مثلا ما يعطوا دورهم لا يعقب المريض يتم يقبل يعقب يصاب جلطة والله يصاب مشكلة بيلي الدواء يعمل ما هو دواء صالح والله يعقب يصيبه هذا. هذا 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 هذه المسائل اللي خلقت نحن نردوها لثلث ثلث ثلث إلى أربع نقاط هي المسبب في هذا في هذا هذا. طيب أولها فوضوية التراخيص لأنه موريتان فيها نوع من فوضوية التراخيص سبحان الله ما هو معقول انتشار هون أكثر من 30 مورد أكثر من 30 ترخيص مورد وهون أكثر في نواكشوط فيه أكثر من 400 محل بيع أدوية. طيب النقطة الأولى فوضوية التراخيص والنقطة الثانية النقطة الثانية غياب آلية الرقابة لأن الرقابة هي الرقابة يالله تتعود موجودة على السوق الصيدلية يالله تتعود كل دقيقة تتوقع لأنها يدخل عليها مفتش كل دقيقة ما هو علنها منين المفتش يتحرك تعلم به. طيب بغض النظر عن هذه النقاط هل اتصلتم بالجهات المعنية؟ هذه الحملة هذه الحملة اللي عدلنا مارك عدلناها السنة الماضية ولا السنة قبلها عدلنا نفس الحملة وقبضنا أكثر من 70 نوع من الأدوية. كيف كان التعاطي؟ جبناها جبناها لوزير الصحة السابق وطبعا تعاطى مع الموضوع بايجابيه قفل ديك الساعه ثلاثه موردين وقفل اكثر من 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 من, من, من اكثر من عندي عنه اكثر من 10 محلات بيع ادويه ولكن رجع الوضع اللي امنين فوت الشهر ولا ذاك رجع الوضع لاسوء ما كان حتى انه قاعده انتشرت شم الادويه الثانيه اللي ضرب كل من هب ودب يجيب الدواء من كله يجيها. اذا الدكتور عبد الله والعبد المالك النائب رئيس نقابه الصيادله الموريتانيين شكرا جزيلا لكم داهمنا الوقت. دعت النقابة الوطنية للمعلمين الموريتانيين إلى الصرف الفوري لعلاوة الامتياز وإلغاء التصميم التعميم 03-15 الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية واسترجاع ما وصفوها الرواتب المستحقة لأصحابها. جاء ذلك خلال احتجاج نظمه العشرات من المعلمين من منتسبي النقابة أمام مبنى وزارة التهذيب الوطني في العاصمة نواكشوط. يعاني من التهميش، يعاني من الظلم المستمر، يعاني من عدم الاعتناء، يعاني من تأخر العلاوات، جميع العلاوات، تأخر علاوة القبشور، تأخر علاوة التجميع، علاوة التجهيز، علاوة التجميع، علاوة الازدواجية، علاوة مدارس الامتياز، علاوة مدارس الامتياز، يعاني أيضا من عدم توفير سكن لائق للمعلمين على غرار ما حدث في الشمال وما حدث في شأن التعليم العالي لأن أساتذة التعليم العالي وزعت عليهم قطع أرضية في الشمال برلمانيين أيضا وزعت عليهم قطع أرضية الأراضي تعطى مجانا للذين لا يستحقونها وتمنع عن المعلمين. يكفي ظلما لن يرى المعلمون يستكنون لهذا الظلم الذي يزداد يوم بعد يوم كذلك عدم توفير الأمن والاعتداءات المتكررة على المعلم داخل فصولهم. إذا نحن نندد ونستنكر ونطلب من المسؤولين عن هذه الأشياء أن يولوا أهمية وأن يردوا أعينهم إلى الوراء. ناقش اتحاد إعلاميات موريتانيا خلال ندوة نظمها في العاصمة نواكشوط آفاق مشاركة المرأة في التنمية في ظل انتشار وسائط الاتصال الاجتماعية. وقالت رئيس الاتحاد ميمة بنت محمد أحمد إن الوسائط الجديدة للاتصال فتحت مجالات لا متناهية لتحريك المعلومات وهو ما ساعد على نقاش وطرح القضايا المرتبطة بالمرأة من طرف النساء.
بحث آفاق مشاركة المرأة في التنمية مع انتشار وسائط الاتصال الاجتماعية يأتي في إطار مواكبة اتحاد إعلاميات موريتانيا لمسار قضية المرأة والإعلام، فقد فتحت الوسائط الجديدة مجالات لا متناهية لتحريك المعلومات وتبادل الأفكار، وباتت مجموعات التواصل على مختلف التطبيقات منابر حرة لمناقشة مختلف القضايا. وقد ساعد هذا الواقع على طرح ومناقشة القضايا المتعلقة بالمرأة من قبل النساء أنفسهن، مما ساهم في تحريك بعض الوقائع المتعلقة بحقوقهن كقضايا العنف والفقر والجهل. فولدت مبادرات رائعة تؤكد فاعلية النساء وحرصهن على المشاركة في تحسين واقع المجتمع، لكن حجم تدفق المعلومات وسرعة انتشارها لا ينبغي أن يحجب عنا جسامة التحديات التي يطرحها استخدام هذه الوسائط المتاحة للجميع من مختلف المشارب والمآرب، بل لا بد من التحرك لتشجيع المبادرات الهادفة ليس من أجل اتقاء مضارب هذه الوسائط الجديدة فحسب، بل لجعلها قاطرة للنهوض بالتنمية. قال الأمير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة محمد محمود والسيد يحيى إن المرأة الموريتانية قطعت أشواطاً في مجال المشاركة بشأن العام، وإن مستوى تمثيل النساء في الحكومة يجسد ترجمة السياسة العامة للحكومة تجاه المرأة. وأضاف والسيد يحيى خلال ندوة بنواكشوط حول آفاق مشاركة المرأة في التنمية في ظل انتشار وسائط الاتصال الاجتماعية أنه رغم الخطوات التي حققت المرأة لا يزال هناك وعي بالحاجة إلى المزيد كي تستفيد المرأة في الريف من المشاركة الفاعلة في التنمية المحلية. لقد قطعت المرأة الموريتانية أشواطا كبيرة في مجال المشاركة في الشأن العام، وذلك بفعل الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز الذي طالما أكد في خطاباته للأمة على ضرورة مشاركة نصف المجتمع حتى لا تبقى عملية التنمية مشلولة. ويدل التمثيل غير المسبوق للأطر النسوية السامية في مختلف مستويات اتخاذ القرار في حكومة معالي الوزير الأول المهندس يحيى الحدامين على ترجمة عملية لسياسة عامة تواكب الحضور المعتبر للنساء في الجمعية الوطنية والمجالس المحلية المنتخبة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. أيها السادة، أيتها السيدات، رغم الخطوات الكبيرة التي حققتها المرأة الموريتانية في السنوات الأخيرة، ما زال هناك وعي حقيقي لدى أصحاب القرار في البلد بأننا بحاجة إلى المزيد حتى تستفيد المرأة في الريف من خدمات الصحة والتعليم والمشاركة الفاعلة في التنمية المحلية. خلدت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك والمحافظة على البيئة ذكرى اليوم العالمي للمستهلكين، واستعرض الأمير العام للجمعية الخليل والخيري خلال حفل بنواكشوط أبرز التحديات التي تواجه المستهلكين في البلاد، وانتقد والخيري خدمات شركات الاتصال في موريتانيا وعدم احترامها للمستهلكين من مشتركيها. إن ضمان خدمات اتصال مجزية وبأسعار معقولة حق أساسي للمستهلك لا يقبل المساومة ولا أنصاف الحلول، كما هو حال حقه في الحماية ضد ممارسات التسويقية المضللة التي تقوم بها شركات الاتصال في بلادنا. إن انقطاع خدمات الاتصال الهاتفي والإنترنت والتي جميعنا يعانيها لا يمكن أن نظل نسكت عليها بأي حال من الأحوال. تلك الحقوق التي هي جزء من حقوق المستهلك الأساسية في الأمان والتثقيف والتعويض والمعرفة والاختيار والعيش في بيئة صحية. السادة والسيدات الحضور الكرام، إن اليوم العالمي للمستهلك فرصة للانتباه إلى قضايا المستهلك. صدق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه الخميس على مشروع قانون ضد التمييز، وقال وزير العدل إبراهيم ملداداه إن مشروع القانون المصادقة عليه يسعى لتقنين مبدأ المساواة أمام القانون ويعزز المنظومة القانونية لمكافحة العنصرية، مضيفا أنه سيكون إضافة للمدونة الجنائية الموريتانية. لا يعود تقريبا إضافة القانون الجنائي المدونة الجنائية، وكل محكمة كيف تعرفوا
من تنشر أمامها قضية في الأصل تصبح هي مختصة في الفرع. إذن هذا القانون اللي هو منين تعود مثلا منشورة قضية قدام المحاكم ويعود فيها نقطة تتعلق بالتمييز، والله يشعر بها الشخص الماثل أمامها كطرف مدني، منين يثورها طبعا قاضي الأصل قاضي الفرع مثلا عنده الصلاحية في جاوب في حكمه على ذيك النقطة ذيك هي به اللي تدخل في إطار صلاحياته مباشرة. يا غير هذا القانون ما هو بالضرورة تكميل القانون الآخر اللي ناشئ ذوك المحاكم. دعت الأمانة التنفيذية المكلفة بتفعيل رقابة المواطن على العمل العمومي وحماية المستهلك بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية إلى تعزيز الرقابة والتفتيش من أجل جودة وسلامة المواد المستهلكة. ودعت الأمانة التنفيذية في بيان صادر عنها بمناسبة ذكرى اليوم العالمي لحماية المستهلك إلى إلزام شركات الاتصال بجودة خدمة الاتصالات والإنترنت، كما طلبت بالمصادقة على مشروع قانون مكافحة التدخين لحماية المستهلك من أضراره الصحية. ومعنا في الاستديو محمد لمين والسويلم عضو الأمانة التنفيذية المكلفة بحماية المستهلك بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية. بداية أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا. طيب، دعوتم إلى تعزيز الرقابة والتفتيش، ما تقويمكم لمستوى الرقابة والتفتيش الموجود حاليا وما طبيعة الدعوة التي وجهتموها؟ طيب، شكرا، أشكر قناة المرابطون على الدعوة للفرصة السانحة، وأؤكد هنا أن الأمانة التنفيذية المكلفة بحماية المستهلك في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية دعت إلى تشديد الرقابة على الرقابة على المواد على المواد الاستهلاكية من أجل حماية المواطن. طيب، من أجل حماية المواطن. نعم. طيب، ما هي طبيعة، يعني ما الذي تدعون إليه في هذا، يعني ما الذي حمله هذا البيان، ما الذي تدعون إليه؟ نحن يعني البيان كان مشحونا بلهجة واضحة ندعو من خلالها من جهة إلى تبيين إلى تذمين ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من خلال الحكومة الموريتانية في مجال حماية المستهلك. معنى أن هنالك مكاسب وإنجازات حصلت ندعو إلى حمايتها كمكاسب، وندعو من جهة ثانية إلى الاستمرار فيها، لأن هذه الإنجازات مكنت المواطن من أن. طيب، ما هي هذه المكاسب؟ هذه المكاسب على مستوى حماية المستهلك. أولا، الحكومة الموريتانية قامت بوضع برامج تنموية طموحة، من أبرزها فتح ما عربي دكاكين أمل. هذه الدكاكين كانت من أنجع الوسائل التي أولا كانت في متناول المواطن البسيط من حيث مستهلكات، يعني حاجياته الضرورية اليومية، ومن جهة أخرى حاربت ما يعرف بالبطالة، حيث وظفت كل دكان ما يزيد على 4 أشخاص، وهذا يعتبر نوع من امتصاص البطالة التي تعتبر عائقا أساسيا. ومن جهة أخرى وفرت المواد الضرورية كالأرزي والسكري وإلى غير ذلك من باقي المواد، وهذا نعتبره إنجاز عظيم. وبالتالي هذا بالإضافة إلى أن الدولة أو الحكومة الموريتانية من جهتها يعني أعطت عناية قصوى لما أعرف لي من طبيعة المواد. طيب، إذن كيف تقومون أنتم على مستوى الأمانة المكلفة في الحزب بحماية المستهلك واقع المستهلك عفوا في موريتانيا اليوم؟ اليوم تقييمنا واضح، أن المستهلك كان وأصبح كان في الماضي يعني أمام جملة من التحديات، أي أن المواد التي يستهلكها لا يراعي فيه التاريخ ولا يراعي فيه الجودة ولا يراعي فيها أي شيء، بينما اليوم وبفضل التحسيس والتعبئة والتوعية التي قامت به الأمانة يعني أصبح يقظا، أصبح نابها. طيب، من الملاحظ، طيب اسمح لي بالسؤال، عذرا سيدي على المقاطعة، لكن من الملاحظ غياب قانون يحمي المستهلكين في موريتانيا، وهو طبعا ما يعود على واقعهم بشكل سلبي،
كيف يمكن أن نتحدث عن هذه المكاسب التي تشيد بها في ظل غياب قانون؟ لا يمكن أن نقول غياب قانون يعني لقى يعني صعبة. لأن قد يكون ثمة نقص في القوانين، ولكن ثمة قوانين، وآخر قانون يعني يطالب به لتكملة الترصانة القانونية هو القانون المرتبط بالتدخين، لأن التدخين يعتبر من أهم الظواهر. ما طبيعة الدور نظرا لضيق الوقت، ما طبيعة الدور الذي تؤدونه أنتم في 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 الأمانة المكلفة بتفعيل رقابة المواطن على العمل العمومي وحماية المستهلك؟ نحن نسعى إلى 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 القيام بحملة تحسيسية واسعة النطاق تمكن المواطن من أن يكون يقظا، أن يكون نابها، حتى لا يكون ضحية لبعض المواد التالية. فالحكومة الموريتانية نظرا لتلافة بعض المواد قامت بجملة من الإجراءات مكنت من الحد من تلك انعكاساتها الضارة على المواطن. داهمنا الوقت. محمد لمين والسويد، عضو الأمانة التنفيذية المكلفة بحماية المستهلك بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، شكرا جزيلا لكم. دعت مبادرة الأئمة والعلماء والمجتمع المدني لإصلاح ذات البين إلى فتح حوار يفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية ونيابية وبلدية بشكل متزامن في العام 2019. وطلبت المبادرة في بيان صادر عنها إلى القيام بإجراءات لبناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، وذلك باعتبار الحوار خيارا لا بديل عنه. نهاية النشرة، وقد تابعتم فيها. موريتانيا تخلد ذكرى اليوم العربي لحقوق الإنسان في نواكشوط وتستعرض أبرز إنجازاتها في المجال الحقوقي. نقابة الصيادلة الموريتانيين تعلن عن كشف 100 صنف من الأدوية معظمها مزور تنتشر في الأسواق الموريتانية. النقابة الوطنية للمعلمين تدعو خلال احتجاج بنواكشوط إلى الصرف الفوري لعلاوة الامتياز واسترجاع ما تصفها الرواتب المستحقة. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله.